انا جاي من مدينه 16 جاي باغي نقطع ولكن ما مقطعش في السيت وما لقيتش فهمتي ما من قبيله وانا واقف هنا ما لقيتش كيفاش نقطع لا ما كاينش منين تقطع في 16 كاين بلاصه وحده هنا و المهم كاينه في هذا الزوم على حساب السيت اخويا انا يلاه عرفت فهمتي تقريبا غير البارح وكان مغلوق كان مسدود شوي متاخر اليوم جيتيناش ولقيتي الدنيا عامره وما كاينش فهمتي ما كاينش اللي كيتعامل ولا يخلي لك شي تيكي هادشي اللي كاين انا راه الدراري كلهم مقطعين الا انا كاع ولاد الدر مقطعين بقيتي رانا المهم كنتمناهم يلعبوا ويجيبوا الفوز هادشي اللي كاين لا غير واخا ما ندخلوش المهم نتمناو لهم الفوز كي جينا نتيريو لي بيي ديالنا اللي قطعنا بار انترنيت ديال المقابله ديال المنتخب الوطني داز داكشي مزيان الامن كان الصفو هذاك الحاجه الوحيده اللي كانت هو الناس اللي ما ساكنينش في كازا اللي عندهمش لادريس ديال كازا واخا يعطيوك لاكارت ناسيونال ديالهم خاصهم هما يحضروا واخا تبغي انت تضمنوا بلاكارت ديالك تيقول لك لا وكان توقع مشكل اخر هو ان كان مشكل ديال الريزو كيمشي ويجي ولكن كلشي هو هذاك خدينا لي بيي ديالنا كلشي مزيان قطعت ديال 50 درهم وقطعت ديال 30 درهم الثمن مزيانين هما غير هو كان عندنا واحد الغلط كان كيحسب لنا 50 درهم تريبين هو عاد جينا عاد قال لك لا 5 تريبين 100 درهم شوف كاينين الناس اللي ما عندهمش لي كارت ماشي كاع الناس ميسر عليهم الله عندهم كارت كيشي غيقطع كاين اللي كيمشي كيطلب واحد كاين اللي ما عندوش دونك من الافضل يكون هكا تقطع لي بيه من الكيشي ومن الانترنت اللي عنده من الانترنت ينقص على الناس ديال الكيشي ومن الكيشي يقطع من الكيشي لا لحد الساعه ما كاينش ولكن رجينا بكري اليوم نهار اثنين جينا خديناهم على تيسان وكنتمنوا لهم يربحوا ويفرحونا ويحمروا لينا وجهنا هادشي اللي كاين خايبين ولا مزيانين راه كيبقاو بلادنا اش بغينا اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة